كما أكد عضو مجلس النواب أحمد الصفار في تصريح خاص للرشيد أنه تم إرسال مشروع الموازنة لعام 2020، وتم إرسالها من قبل وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، وخلال الجلسات القادمة سيتم مناقشة مشروع الموازنة والتصويت عليها. موازنة 2020 المشروع اكتمل وتم إرساله من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، ويمكن عدد من الجلسات يتم مناقشة المشروع والتصويت عليه وإرساله إلى مجلس النواب، لكن هي الموازنة سنوية راح يتم تثبيت 18 نفقات فعلية الأشهر الماضية، وتكون هناك نفقات مخططة للأربعة أشهر القادمة.